بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. ما زالت بالتأكيد أصداء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وفوز الأهلي بخماسية على مدار هذا الأسبوع، هي بالتأكيد اللي بتشغل بال كل الرأي العام وتحديدا من خلال السوشيال ميديا. يمكن أبرز الترندات خلال الأسبوع الحالي كلها بتتكلم على مباراة القمة، فوز الأهلي الخماسية اللي حدثت في مباراة يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي. خلاص ساعات قليلة ونبدأ بقى ننشغل بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ومباراة منتخبنا الوطني المهمة جدا يوم الجمعة القادمة أمام المنتخب الأنجولي في لواندا في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية. كل التوفيق لمنتخبنا، وبالتأكيد هنيئا لجماهير الأهلي خلال هذا الأسبوع بالأفراح والانتصارات في لقاء الديربي والكلاسيكو بعد الفوز بخماسية على الزمالك. وشهر نوفمبر دايما كده شهر الخير للنادي الاهلي، لان كمان النهارده ذكرى فوز الاهلي على اورلاندو بايرتس في دوري ابطال افريقيا والنهائي الشهير اللي اتلعب على استاد المقاولين العرب، والفوز كان وقتها بالبطوله الثامنه من دوري ابطال افريقيا. حلقه النهارده فيها كواليس، فيها تفاصيل مهمه جدا، لكن نبدا حلقتنا بسؤال حلقه اليوم. وسؤال حلقه النهارده: في رايكم ما هو افضل تشكيل لمنتخبنا الوطني في مباراته المقبله امام انجولا؟ شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض أكبر قدر من الآراء ومشاركات حضراتكم على السؤال اللي طرحناه في حلقة النهاردة. لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي: الفريق يعود للتدريبات غدا بعد أجازة الخماسية. وفي الترند المحلي: بعثة المنتخب تغادر لأنجولا. وصلاح والشناوي ضمن تشكيل الأفضل في إفريقيا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ كلام مهم جدا في فقرة ترند الترند وأبرز الأخبار والكواليس اللي معانا في حلقة النهاردة. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. عندي مجموعه من الاخبار السريعه والمهمه. يمكن اول خبر معايا: الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره والكابتن امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق غادروا الى الامارات بالامس بالتاكيد استعدادا لاجراء العديد من الامور التنظيميه واللوجستيه للاهلي خلال الفتره القادمه. بدايه في عرض باقامه معسكر للاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله، فبالتالي في ترتيبات وامكانيه اقامه مباراه وديه على هامش المعسكر في الامارات العربيه المتحده. كذلك كمان الزياره في الاساس جايه لان الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا هينظم كاس العالم للانديه خلال شهر فبراير في ابو ظبي، فبالتالي بيطلب من كل فريق تاهل لهذه البطوله ان يسافر عشان يحدد افضل ملاعب تدريب بالنسبه له من خلال الملاعب اللي حددها الفيفا. وكمان في كذا اختيار لفندق الاقامه عشان هتشارك في كاس العالم للانديه وتشوف افضل الظروف المناسبه لفرقتك خلال الاستعداد، فبالتالي السفر عشان الامور التنظيميه الخاصه بكاس العالم للانديه، وايضا كمان فرصه انك ترتب بعض الامور الخاصه بمعسكر الاهلي اللي هيقام في الامارات خلال الفتره اللي جايه اثناء فتره التوقف بسبب انشغال منتخبنا سواء في كاس الامم او حتى في كاس فيفا للعرب خلال الشهر القادم. طيب كمان في نقطه مهمه جدا: المعسكر ده يبقى مدته 15 يوم خلال فتره التوقف القادمه. كمان منتخبنا الوطني يمكن منذ ساعات قليله غادر مطار برج العرب الى العاصمه الانجوليه لواندا استعدادا لمباراه انجولا في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم الجوله الخامسه. المباراه ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، وهتتلعب على الملعب الرئيسي في العاصمه الانجوليه لواندا. قدامكم على الشاشه بعض اللقطات من مغادره افراد بعثه منتخبنا الوطني، ويمكن البعثه هتسافر او سافرت وبتضم 25 لاعب كل اللعيبه، رغم ان كمان الونش مش موجود في مباراه انجولا بسبب الانذار الثاني، لكن كان في حرص من الجهاز الفني ان كله يكون موجود. والنهارده كان في تدريب الساعه 10 الصبح في احدى الملاعب الفرعيه بمقر اقامه الفريق في برج العرب، وهيكون في تدريب واحد غدا الخميس على ملعب المباراه، وان شاء الله المباراه يوم الجمعه. قدامكم زي ما انتم شايفين لقطات من توجه اللاعبين: محمد الشناوي، وكان قبليه محمد صلاح، وعدد من نجوم منتخبنا الوطني. كل التوفيق ليهم يا رب، امام عاشور وعدد من لاعبي منتخبنا الوطني، بالتوفيق يا رب في مباراه انجولا اللي هتقام على استاد 11 نوفمبر في العاصمه الانجوليه، ونعود بالثلاث نقاط. ليه بقول بقى نعود بالثلاث نقاط؟ هو التعادل الايجابي
خلاص بنسبة 99% قربك من التأهل إلى الدور الفاصل، لكن مهم جدا تعود بالثلاث نقاط. ليه؟ لأن أنت خلاص داخل في مرحلة الجولة الخامسة والسادسة، وبعدها هيكون في تصنيف شهر نوفمبر اللي هيصدر في 25 من الشهر الجاري، وعلى هذا الأساس أو على أساس هذا التصنيف هيتعمل قرعة الدور الفاصل يوم 18 ديسمبر على هامش نهائي كأس فيفا للعرب. التصنيف مهم في إيه؟ نيجيريا حاليا في التصنيف الخامس، ومصر في التصنيف السادس. أول خمسة في التصنيف بيلعبوا مع آخر خمسة في التصنيف اللي هو من السادس للعاشر، ومباراة الإياب بتكون على ملعب المصنفين الخمس الأوائل من ضمن المنتخبات الإفريقية. فأنت بتقترب من منتخب نيجيريا والفرق حوالي 30 نقطة. هل ممكن تقرب من نيجيريا؟ في حسبة كده معينة هقولها لحضراتكم النهاردة. الزملاء في يلا كورة يمكن نشروها من خلال بوست على صفحة يلا كورة على الفيسبوك، وقالوا إن فوز مصر على أنجولا هيمنح مصر 5.6 نقطة إضافية، وسيمنح أيضا الفوز على الجابون في الجولة الأخيرة 8 نقاط و19 واحد من عشرة، بينما سيؤدي الفوز في مباراة والتعادل في أخرى أن الرصيد هيزيد 1.2 نقطة. يعني معنى صح أن فوز مصر بالمباراتين هيرفع رصيدك إلى 1461.6 نقطة، لكن لو فزت في مباراة وتعادلت في الأخرى هيبقى رصيدك 1449 نقطة. خلينا في فوز مصر في المباراتين إن شاء الله هيبقى عندك 1461 نقطة. طب نبص للمنافس منتخب نيجيريا اللي عنده مباراتين، عنده مباراة مع ليبيريا وعنده مباراة مع كاف فيردي الرأس الأخضر. نيجيريا لو خسرت من ليبيريا هيتخصم منها 20.9 يعني 20.9 نقطة، فبالتالي في الرانكينج هنا في التصنيف انت بتقرب من نيجيريا. فلو نيجيريا خسرت المباراتين انت هتعديها في التصنيف، بل بالعكس انت كنيجيريا لو خسرت المباراتين اصلا ممكن لا تتأهل الى تصفيات كاس العالم، ومصر اصلا ساعتها تصعد في التصنيف لان هي هتبقى من ضمن الخمسه الاوائل، والرأس الاخضر او كاف فيردي اصلا كده في الترتيب متاخر. فبالتالي امتى بقى نيجيريا لو خسرت مباراه وتعادلت في اخرى رصيدها وقتها هيكون 1453، وهنا هيبقى مصر متفوقه في حال الفوز في المباراتين. حسبه معقده شويه لكن مهم نكسب الماتشين ونشوف أي تعثر نيجيريا في الجولة الخامسة أو السادسة، لكن بتفرق لو خسرت، يعني نيجيريا خسرت من ليبيريا ولا خسرت من رأس الأخضر، لأن خدوا بالكم لو خسرت من ليبيريا هتفقد 20 نقطة، لو خسرت من الرأس الأخضر يعني هتخسر 16 نقطة، لأن هنا ليبيريا تصنيفها أعلى من الرأس الأخضر، فكل ما بتلاعب فريق قوي أو تصنيفه أعلى لما بتخسر منه بيخصم منك عدد من النقاط، فبالتالي انت يعني المفروض هنا النقاط بتبقى مهمه جدا في فرق التصنيف عشان الجوله الدور الفاصل لما تلعب مع فريق في الفتره اللي جايه. طيب ده امر متعلق بالتصنيف وتصفيات كاس العالم، وزي ما قلت لكم في الانترو دي هتبقى النقطه المهمه خلال الفتره اللي جايه. طيب اروح بقى لواحد من نجوم الكره المصريه ونجوم خط الدفاع في النادي الاهلي، وكان صاحب رصيد طويل مع النادي الأهلي في البطولات العربية والبطولات الإفريقية، واحترف فترة طويلة كمان في الدوري الألماني البوندسليغا، كابتن سمير كمونة مدافع النادي الأهلي السابق والمدرب الحالي بالتأكيد. كابتن سمير برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. حبيبي حماد أخبارك إيه؟ وحشني كتير. وإنت كمان يا حبيبي منور ومكسر الدنيا في الترند. الله يخليك. طبعا مباراة القمة وفوز الأهلي بخماسية أكيد شفتها بمنظور مختلف عننا، يمكن احنا اعلام بنرصد بعض التقارير او بعض الاخبار، لكن الرؤيه الفنيه للكابتن سمير كمونه والمباراه دي تحديدا ما خدتش يعني التحليل الفني الكبير. المباراه كانت فيها احداث تانية لكن التحليل الفني ما حدش ركز عليه اكتر، والمباراه كان فيها تفاصيل فنيه كثيره سواء من بيتسو موسيماني او حتى من باتريس كارتيرون. رؤيتك يا كابتن سمير؟ لا وطبعا انا توقعت نتيجة المباراة على حسب حالة لعيبة النادي الأهلي. تمام. تركيز لعيبة النادي الأهلي. وموسيماني كان مركز قوي قوي مع فرقة الأهلي غير فترات طويلة لما موسيماني بيبقى عنده أخطاء أنا أول واحد بطلع أقول، لكن لما بيكون عنده إيجابيات كويسة أنا كمان ببقى مبسوط جدا. فدي بقى روح بقى الناس اللي بتحب النادي الأهلي. بتتكلم على التوقع، توقعت إن النادي الأهلي هيكسب عشان حالته، وكمان الاعلام الزملكاوي والمدرب كارتيرون كان بيصرح تصريحات مش كويسه، وهي دي اللي خلت فرقه نادي الزمالك ما تاديش كويس. تصريحات كارتيرون قالت لك ان الماتش سهل بالنسبه لي، لا احنا مش سهل، احنا تيم صعب قوي وتيم قوي وابطال افريقيا عشان كده بنكسب بالخمسه وسته. ده كان رد في التصريح اللي انا قلته. في ناس كتير ما تعرفش الكلام ده. لا انا تابعتك وسمعتك وانت بتقول الاهلي هيفوز على الزمالك 6-1،
لكن في نفس الوقت برضه كابتن سمير، واحنا لسه هنتكلم في تفاصيل فنيه خاصه بالماتش، طبعا كان ليك تصريح برضه في نفس الوقت مضاد لده، قلت سكواد الزمالك اقوى من الاهلي وخط هجوم الزمالك اقوى من الاهلي. طب ازاي يعني السكواد اقوى وفي نفس الوقت الاهلي هيكسب سته؟ ترجم لي. مظبوط. الفتره اللي فاتت كان السكواد بتاع الزمالك احسن، لكن انا بتكلم على تصريح بتاع الوقت الحالي. السكواد بتاع النادي الاهلي قوي جدا وصفقات قويه واتكلمت عليها واديت كل واحد حقه، لكن انا بتكلم على فترات، بتكلم على الفتره دي ممكن يكون اسبوع اسبوعين، واخد بالك؟ وبالفعل ده حصل، النادي الاهلي كسب سكور وماتش حلو قوي تكتيكيا، واللعيبه كانت فايقه وحاله اللعيبه كانت كويسه قوي، وموسيماني كان مركز مع فريق عكس فريق نادي، كانوا متعاليين ان هم واخدين الدوري والاعلام الزملكاوي انه بياخد شويه والكلام ده كله، انما دي جت كل ده جت في مصلحتنا اكيد. طيب الاهلي لما اتفضل يا كابتن سمير اتفضل. انت لا عايز تتكلم فني اتفضل. الامور الفنيه المتعلقه بقى ان ازاي بيتسو حضر للماتش، التشكيله، الشغل الفني اللي حصل في الجزء الامامي، تحركات قفشه، تحركات بيرسيتاو، البدايه بمحمد شريف رغم ان الكل كان بيتوقع ان ممكن يكون من لويس ميكيسوني، اللعب بطريقه 3 4 3، برضه تحليلك الفني للجزئيات ديت. بص، الطريقه دي كانت تتناسب مع لعيبه النادي الاهلي لحالتها اللي هي دلوقتي. النادي الاهلي لعب مباراه الاسماعيلي ومباراه البنك، كان الاستكان عالي قوي، مباراه الاسماعيلي سكور 4-0 واداء ونتيجه، كانت حالة الفرقة كويسة، البنك كان النتيجة لكن الأداء مش أفضل حاجة. لكن لعيبة النادي الأهلي جمعوا ما بين الماتشين دول بالتركيز العالي قوي. بداية المباراة ب 4-3-3 تركيزك باحترامك للمنافس خلاك تكسب كويس قوي، إنما الطريقة خلي بالك اللي نجح الطريقة اثنين أو ثلاثة من وجهة نظري. ثلاث حاجات. يانج نجح الطريقة بتاعت النادي الأهلي إن هو يلعب بثلاثة، يعني ابتدى حمدي فتحي وسوريا يقف شويه وهو يلعب كراس مسلم من النواحي الدفاعيه، بيدافع كويس قوي، وكمان لما بينتقل الكوره من الدفاع للهجوم بيعملها نموذج، وبالفعل ده حصل بالهدف الاولاني في الدقيقه 16 والهدف اللي جابه البليسنج على ما اعتقد في الدقيقه 25 او الشوط الثاني يعني. انما ديانج يعني كلمة السر في النادي الأهلي في التحركات. في حاجة كمان، زمان أرى الجيم من بدري، أنت عندك بن شرقي وعندك زيزو عندهم سرعات وعندهم حلول بيتحركوا من ورا الخطوط، قفلوا الجنبين عن طريق بن شرقي، وقف ناحية اليمين أكرم توفيق والناحية الثانية معلول لزيزو، خلاص شل حركة نادي الزمالك هجومية. بالإضافة كمان إن ديانج بقى ابتدى يقابل طارق حامد من قدام، بيفسد كل هجمه وكل لونج باص هو وعاشور، ابتدى نادي الزمالك ما عندوش انياب هجوميه خالص ولا اطراف. فهنا بقى ايه كلمه السر بقى، اكرم ومعلول قفلوا الاطراف وديانج من قدام بيضغط على طارق حامد ان هو ما يعملش اسيست ويعمل لونج باص اللي متعود عليه بيعمله بن شرقي. خليك دي نقطه مهمه جدا تكتيكيا هو لعب عليها اكيد. بالاضافه كمان ان انت عندك كان يعني ثلث الهجوم بتاع النادي الاهلي كان فايق قوي، بيرسيتاو وقفشه ومحمد الشريف يعني عايز اقول لك بتتكلم في ايه؟ يعني الفرقه فايقه، كان عاملين رعب لدفاعات النادي الزمالك، كل ما يضغطوا يجيبوا ضربه جزاء، يضغط يجيب ضربه جزاء، ديانج يتقدم يجيب شوطه جون، يعمل بلاس يجيب جون. وكمان كان ممكن النادي الاهلي يكسب اكتر من كده اكيد، عشان الالتزام بتاع لعيبه النادي الاهلي تكتيكيا افسد كل هجمات نادي الزمالك في خلال المباراه. طيب في سؤال انا كنت مستغرب ان انا بسمع، يعني كنت مش فاهم السؤال وطبيعته وكان بيتسال الفتره الاخيره بعد المباراه، بس هساله لك. هو منطقي ممكن اسالك اقول لك مين المدرب الافضل في المباراه يا كابتن سمير، ولا سؤال مش منطقي؟ لا منطقي، انت 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 اي مباراه فيها مكسب هتقول للراجل المدرب اللي كسب هو ليه الافضليه وهو الاحسن. طب هل منطقي اقول لك مين الافضل، الشوط الاول ولا الشوط الثاني؟ ممكن برضو؟ ممكن طبعا. ازاي؟ لان انا عارف انت دوت ليه. اصلا اللي اعرفه المباراه بتتحسب نتيجه اجماليه، مين كسب اكيد المدرب الافضل. كسبت انا بقى الشوط الاولاني 4-0 والشوط الثاني ليا تكتيك معين عشان اطلع بان انا كسبان بسكور 4
خلاص اجمالا الاهلي اللي كسبان، صح ولا غلط؟ بص هقولها لك باختصار يعني. تمام. ال 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 التاريخ بيكتب نتيجه المباراه من اولها لاخرها. والمدرب الشاطر اللي هو بيعرف يتعامل مع المباراه من اولها لاخرها وبيعمل كذا سيناريو وادارته للمباراه. فده بالفعل موسيماني عمل، انما انا عمري ما شفت مباراه بتتلعب من شوط واحد والنتيجه بتتحسم من شوط واحد. عمرك شفت مباراه 45 دقيقه؟ لا ما يعني لا طبعا مفيش الكلام ده. هو ده بقى اللي هو ده الشغل اللي كان بيشتغلوا عليه. فدي ما يعني انت هل انت بتراضي جماهيرك ولا في قانون جديد نزل ولا بص هو المباراه 90 دقيقه هتقول لي انا جبت جولين الشوط الثاني وكسبتك 3-2 وانا مش عارف المباراه الحكم صفر كام 5-3 بس خلاص كده ده اتأيدت في القاموس شكرا. ده تاريخ اتعمل النادي الاهلي. وخلي بالك موسيماني لو كان قرش شويه كان يعمل خلي بالك فوز تاريخي. هو لولا الاحتواء بس يا كابتن سمير هو اللي يعني وقف النتيجه بعد الدقيقه 70. انت الماتشات القمه دي بتسمع كلام بقى شويه. فانا بقول لك اللي خصنا مش عايزين نخش يا محمد المتهات يا يعني. انما لا نشكر بقى لاعبتنا اكيد، نشكر الجهاز الفني ونشكر موسيماني وكل واحد اللي بيتعب وربنا بيكرمه اكيد يعني بياخد على قد تعبه ونيته يعني. طيب هل النتيجه دي تؤثر على البطوله، بطوله الدوري، شكل المنافسه؟ لا يا كابتن ده الماتش بدري قوي، ده الاسبوع الثالث والرابع داخل والمنتخب لسه هيلعب وتوقفات ثاني ولسه دور اول وثاني. ده انت بتتكلم في ايه؟ انا عايز بس اتكلم على الاجوان اللي انا شايفها قدامي دي يا محمد. ايه اللي السولية بيعمله ده؟ يعني لو فكرنا بكرة الشراب بتاع زمان يعني عارف لعيب برازيلي مع برتغالي مع ارجنتيني عارف الناس بتوع امريكا الجنوبيه دول ما بيعملوا المهاره غير عاديه يعني. وكمان محمد شريف قطع قدام الونش ده بقى ثروه القناص شراسه هجوميه وبيكمل من ورا المدافع يعني خاطفه بجول. هو ده الفرد اللي بنقول عليه بيعرف يجيب جول من ربع فرصه. اسيست ليه معنى؟ كل اللي جت جوان ملعوبه وشكل النادي الاهلي متدرب عليها كمان يعني. انت البليسنج ده مستحيل يعني ديانج عمره بقى له فتره عمره ما عمل الكلام ده واخد بالك. بتتكلم في ضربات الجزاء زي علي معلول بيروح بياخد في كل ضربه جزاء ويلبس المسلوسي ضربه جزاء ومره ثانيه ضربه جزاء يعني انت عارف في هدوء وفي تركيز. اللي كسب لعيبه النادي الاهلي المباراه دي التركيز العالي جدا 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 واحترام المنافس والتحضير الجيد من بيتسو موسيماني اكيد. طيب اختم معاك بسؤال، توقعاتك لتشكيل منتخب مصر امام انجولا، المباراه يوم الجمعه والجوله الخامسه والانتصار مهم جدا، ممكن كارلوس ساكيروش يلعب المباراه باي تشكيل يا كابتن سمير؟ بتتكلم مثلا في محمد الشناوي واكرم توفيق تمام عندك باك شمال فتوح اتنين مساكين عندك الونش مش هيلعب انذار فمش هيلعب، ممكن حجازي ويبقى جنبيه مين تتوقع مين؟ ايمن اشرف مثلا؟ ايمن اشرف وحجازي وعندك السولية طبعا لا غنى عنه وعندك نني ادي اثنين في القلب تمام وعندك صلاح ممكن كمان انا رايي العب بقفشه لعيب غير عادي يعني. ممكن يلعب بمحمد صلاح وقفشه ومحمد شريف ومصطفى محمد. محمد شريف انا كنت جاي لك برضه محمد شريف ومصطفى محمد ده تشكيل مثالي بيربط ما بين العنصر الخبره والشباب والتجانس. الناس دي لعبت قبل كده مع بعض فده انسب تشكيل ممكن مستر كروش يلعب بيه باذن الله. فعلا 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 انا محتاج ان قفشه يرجع تاني لمكانه الطبيعي في منتخب مصر لان هو يستحق. اكيد. كابتن سمير كمونه انا بشكرك شكرا جزيلا وسعدت بالتاكيد بمداخلتك وكان كلام مهم جدا متعلق بالتاكيد بفوز الاهلي على الزمالك بخمسه اهداف مقابل ثلاثه وكمان كان ليه توقع مهم جدا بفوز الاهلي بنتيجه كبيره وهو كان متوقع ان النتيجه ممكن تبقى 6-1 لكن يعني نتيجه برضو قريبه منها 5-3 والاهلي فاز وعمل مباراه كبيره وتحليل كان رائع جدا من الكابتن سمير كمونه. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لسه عندنا كلام مهم جدا بخصوص الترندات
واللي بيتقال على السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. أهلا بحضراتكم من جديد، والحديث عن أبرز الترندات اللي كانت موجودة من خلال السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة. إحنا دايما هنا بنتكلم على الترند الإيجابي. الكلمة بالنسبة لنا مسؤولية، والشاشة اللي إحنا بنتكلم من خلالها شاشة قناة الأهلي بتعي تماما يعني فكرة المسؤولية وأهمية الكلمة للأجيال اللي جاية، للأجيال الصاعدة. طيب إحنا لما بنتكلم على مباراة قمة وأهلي وزمالك، وبنتكلم على اهتمام جماهيري والرسالة اللي بنوصلها للسوشيال ميديا، أكيد كل كلامنا بيبقى في إطار إيجابي. امبارح اتكلمنا وبروزنا لقطة مهمة جدا لمحمد مجدي قفشة وهو بيتعامل وبيدي التيشيرت الأهلي لأحد الولاد الصغيرين من براعم نادي الزمالك اللي هم كانوا موجودين في المباراة، وبيحتفي الكرات للعيبة مثلا لما بتطلع أوت أو كورنر أو أو أو. وبنتكلم على المسؤولية، هنا قفشة بيتعامل مع مسؤولية مع لاعب وولد صغير، ده الجيل اللي جاي لازم نتعامل معاه بمسؤولية عشان نربي أجيال عندها ثقافة وعندها وعي وعارف يعني إيه كورة ورياضة. قفشة النهاردة كتب على حسابه على الانستجرام، كتب قال شفت الفيديو ده زيكو كتير جدا، مش عارف انا اللي محظوظ ولا هو، النظره اللي في عينيه انا عارفها كويس، حب وشغف وانتماء، حلم وطموح، فرق الالوان مش عيب، هو اصلا لو ركزنا مفيش فرق، مصر كبيره وجميله وفيها الوان كتير، حلاوتها في البساطه، بكره يكبر ويطلع لعيب كبير ويحقق كل احلامه، انا برضو كنت زيه وكنت زيك عندي مجرد أحلام، لو صدقت نفسك وسمعت كلام ربنا في السعي هتوصل هتوصل. شوفوا الكلام، شوفوا الصورة، ده اللي احنا عايزين نبروزه، ده الترند الإيجابي المهم اللي احنا نطلعه. والحمد لله كانت في ردود أفعال كبيرة جدا من خلال الفيديو اللي شفناه امبارح، والنهاردة قفشة كمان بيقول ان هو شاف الفيديو زينا وشاف زي أي حد وكلام كتبه من القلب. ولعيب بقول لقفشة انت دايما هتبقى مثل اعلى لاي لاعب سواء في الاهلي او في الزمالك او في الاسماعيلي او في اي حته، لان ده الصوره اللي احنا لازم نبروزها للاجيال اللي جايه. طيب ده الترند الايجابي. في ترند سلبي، اتمنى الناس تاخد بالها من الحاجات السلبيه، واتمنى القائمين على المنظومه سواء اعلام او رياضه ياخدوا بالهم من الترندات السلبيه اللي للاسف في شخص بيحاول يصدرها. ما تفهمش هو، انا مش هقول اسمه لان هو بيعمل ده عشان الشهره ويتشاف للأسف كل حاجة بيصدرها بشكل سلبي، بس أنا هل منطقي وإحنا بنعرض لقطة زي دي نروح نصطنع صورة أو نصطنع حدث غير حقيقي؟ يعني إيه الفكرة لما أنت تطلع مثلا علي معلول وتعمله ترند من خلال كلام مش كويس على لاعب كبير بيمثل مصر، والتوانسة نفسهم فرحانين بوجود علي معلول في الأهلي، لدرجة حتى أن عصام الشوالي امبارح مع الكابتن أسامة حسني في برنامج الأشبال اتكلم قال علي معلول مع الأهلي حاجة تانية خالص، وناس بتقول لك ده ياخد الجنسيه المصريه مع التونسيه، وواحد مننا اصبح واحد مننا. ليه الناس دايما عايزه تصدر صوره سلبيه على لعيبه الاهلي؟ علي معلول لما يعمل الاحتفال ده، الراجل اللي المفروض يكون مهني ويتكلم بمهنيه وبيفهم في الاعلام، خدوا بالكم فرحه لعيبه الاهلي في الحته دي هم مش رايحين لجمهور المنافس، المكان ده فيه مصورين النادي الاهلي، قدامكم على الشاشه اهو طاقم المصورين اللي موجودين خلف مرمى الزمالك اهو، علي معلول هنا بيشاور لمين؟ الحركه دي حركه ابنه كريم بيحبها دايما وبيعملها على طول، فالكابتن علي بيعملها دايما لابنه، هنا بيعملها قدام مين؟ بيعملها قدام كادرات المصورين عشان ياخدوا الصوره يطلعوها على السوشيال ميديا، دي لقطه لمصور موجود خلف مرمى الزمالك. طيب هل مهني ان يكون مصور الاهلي او مصورين اللي مثلا عايزين ياخدوا صور عن الاهلي يكونوا موجودين في المكان ده؟ اه طبعا طبيعي، ليه؟ لان في المقابل المصورين اللي قاعدين ورا مرمى الشناوي دول بياخدوا كادرات خاصه بتصوير اهداف فريق الزمالك. هل علي معلول جاب الجون هنا وراح الناحيه الثانيه زي ما عمل لعيب تاني في مباراه سوبر للجهه المقابله وراح احتفل قدام جمهور الفريق المنافس؟ لا، هو صدفه ان مرمى الزمالك امام جمهور الزمالك، فلما علي معلول عمل الاحتفال ده هو بيعمل الاحتفال ده لكادرات المصورين زي اي لاعب بيحتفل بهدف قدام كادرات المصورين عشان ياخد اللقطات اللي زي دي. ما تاخدش انت بقى الصوره وتبروزها وتطلع عليها ترند سلبي ان هو بيوجه ده لجمهور المنافس، ابدا مش لعيبه الاهلي اللي تعمل كده يا كابتن، وانت عارف كويس قوي لعيبه الاهلي ما بتعملش كده، وما تسويناش بلاعبي الفريق المنافس، احنا غير. نفس الامر لما عمل ده على معلول النهارده بيطلع حاجه جديده، يقول لك محمد شريف بيعمل احتفال قدام كادرات المصورين عشان المصور لما ياخد الصوره، هي فكره الاحتفال كده لشريف، يحط ايده على عينيه، يحط ايده على ودنه، هو فرحان بالهدف.
ما تصدرش صوره سلبيه على لعيبه النادي الاهلي يا كابتن بعد اذنك، وانا هنا كذا مره قررت وقلت مش هنسمح لاي حد يتكلم بشكل سلبي على اي لاعب في النادي الاهلي ايا كان ايه الطريقه اللي بيتكلم بيها، وانا مش هذكر اسمه لان بجد اصبح او اصبحت فكره الترندات السلبيه اللي عايز يصدرها على الاهلي وعلى لعيبه الاهلي وعلى الجهاز الفني للاهلي بقت اوفر قوي وبقت كتير قوي. احنا دايما بنحاول نصدر الصوره الايجابيه وبنتكلم في ترند ايجابي، ولقطه قفشه مع الولد الصغير الناشئ اللي في نادي الزمالك دي المفروض اللي تتصدر في كل مكان. خدوا بالكم يا جماعه من خطوره التصرفات اللي بتحصل في الاعلام عشان الاجيال اللي جايه، مهم جدا تهتم بالكلمه الايجابيه والصوره الايجابيه. انت لو مهني تعرف ان المصور اللي ورا جون الزمالك ده هو موجود عشان ياخد كادرات الاهلي، والمصور اللي موجود ورا جون الاهلي موجود عشان ياخد كادرات فرحات الزمالك. الشوط الثاني لما الاهلي جاب جوان في الزمالك في المرمى ناحيه جمهور الاهلي، هل في لعيب احتفل راح الناحيه الثانيه واحتفل عند الثالثه لمين؟ جابوا الجون سواء ركله الجزاء في محمد ابو جبل او الهدف الخامس وراحوا احتفلوا عند جمهور الاهلي، وفي نفس الوقت المصورين اللي موجودين خدوا كمان كادرات لاحتفال معلول واحتفال الهدف الهدف معلول الخامس وهدف اليو ديانج الرابع. فنتعامل بمهنيه وبلاش كلام سلبي على اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي عشان مش هنسمح بكده تاني. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض وعندنا كلام مهم جدا في ترند الاهلي والمحتوى الموجود عبر السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وهنتجول كده مع بعض ونشوف في السوشيال ميديا كتبت ايه وقالت ايه على الاهلي في الساعات الاخيره. نبدا مع بعض اول حاجه معانا في ترند الاهلي والصفحه الرسميه للوطن سبورت على الفيسبوك. موسيماني يعود الى القاهره اليوم لقياده مران الاهلي بعد اجازه الخماسيه. بيتسو موسيماني سافر الرابعه فجر السبت الماضي بعد الفوز على الزمالك بخماسيه ومنح الفريق اجازه 5 ايام. فوز بخماسية أجازة 5 أيام، الأجازة تنتهي النهاردة وبكرة هيكون في أول مرة للفريق، والنهاردة موسيماني هيصل مساء إلى القاهرة عشان يقود التدريبات خلال الفترة اللي جاية. هتكون في تدريبات يومية وتتخللها مباراة ودية استعدادا لاستئناف الدوري عقب الأجندة الدولية يوم 18 من الشهر الجاري، وبالتأكيد الأهلي هيعود بأول مباراة في الدوري مع المقاولين العرب. نروح كمان لحساب الأهرام، والأهرام بتتكلم على محمد محمود. حسابها على تويتر بيقول ان الجونه وسيراميكا كليوباترا يطلبان ضم محمد محمود في الانتقالات الشتويه القادمه. دايما محمد محمود هدف استراتيجي لاكثر من نادي في الدوري خلال الفتره الجايه ما بين الاسماعيلي الجونه سيراميكا كليوباترا، لكن في نفس الوقت الدوري ما تلعبش فيه غير 3 ماتشات. هل في فرق قدرت يعني تحدد احتياجاتها قبل شهر يناير من دلوقتي؟ احنا ما لعبناش غير 3 اسابيع في الدوري، اعتقد لسه شويه يعني لسه محتاجين كمان الفرق تلعب 6 ماتشات 7 ماتشات نوصل للجولة الثامنة أو الجولة العاشرة عشان تقدر تقول كل فريق محتاج إيه الفترة الجاية، وبالتالي نقدر نسمع وقتها هل في الجونة عايز محمد محمود، هل الإسماعيلي ممكن يحتاج محمد محمود. لكن محمد محمود نفسه مهم جدا نسمع رغبته الفترة الجاية. محمد محمود حسب معلوماتي أنه عايز يكمل وعايز يستمر في الأهلي وعنده تحدي أنه يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، وده شيء رائع أن يكون الجهاز الفني عنده أكتر من لاعب في أكتر من مركز لأن الموسم طويل، وإن شاء الله نشوف محمد خلال الفترة الجاية في التشكيلة الأساسية ونطمئن عليه. طيب بيتسو موسيماني أيضا بيتصدر صفحات السوشيال ميديا، ومعايا من الحساب الرسمي لليوم السابع على تويتر بيتكلموا موسيماني يرحب برحيل الثلاثي الآلي في انتقالات الشتاء. طيب مين بقى الثلاثي؟ طاهر محمد طاهر، رامي ربيعة، محمد محمود. طيب الثلاثة أصلا لم يتلقوا أي عروض رسمية في الوقت الراهن، في الوقت الحالي مفيش أي عروض رسمية. موسيماني يرحب ما حصلش. ليه ما حصلش؟ لأن مفيش اجتماعات تمت سواء من الكابتن محمود الخطيب مع بيتسو موسيماني أو حتى لجنة التخطيط مع بيتسو موسيماني. برضو بأكد تاني إحنا في الأسبوع الثالث، لسه قدامنا المجال لمدة 2 شهر. انتقالات يناير لسه قدامها حوالي 40 يوم أو 50 يوم، هيتخللها ما يقرب من حوالي من 6 ل7 ماتشات في الفترة اللي جاية، فبالتالي لسه الكلام كتير، أنت مش عارف أصلاً بعد 2 شهر خريطة الكورة في الدوري مين هيتصدر، مين هيكون متقدم، مين هيكون هداف الدوري وقتها. طاهر الناس قالت هيروح المقاولين إعارة لما خرج في أول مباراتين في الدوري بره القايمة، جه في قايمة ماتش الزمالك كان في القايمة ونزل في الشوط الثاني ولعب، خلاص خبر إعارته للمقاولين ما بقاش موجود، فما نتعاملش مع الأحداث حسب النتيجة وحسب الأداء وحسب ظروف كل مباراة. الخبر نفسه
حتى لهذه اللحظة غير صحيح، ولسه بدري على هذا الكلام. والمشكلة اللي انت كسبان بخمسة والناس دايما بتتكلم على لعيب ماشي ولعيب قاعد وبيتسو بيرحب وبيتسو غضبان طيب يلا كورة من خلال حسابها الرسمي على الفيسبوك نشروا مصدر ليلا كورة: أليو ديانج مرتاح في الأهلي ولا يمتلك عروضا. ده اللي احنا قلناه امبارح، امبارح لما الناس قالت ان جلاتا سراي ابتدى يفتح خط التفاوض وفتح باب تفاوض مع الأهلي لضم أليو ديانج، وانا قلت لكم امبارح مش من المنطقي بعد اداء مباراة القمة يجي فريق يطلب أليو ديانج من الأهلي والأهلي قال له اوكي في يناير، صعب استحالة، ده المشوار لسه ما بدأش. اسيب لعيب كبير زي أليو ديانج في منتصف الموسم ولا لسه عندي بطولة إفريقية بجد هتبدأ من شهر 2 او كأس عالم أندية في شهر 2؟ كلام مش منطقي. يلا كورة بيأكد اللي احنا قلناه امبارح: أليو ديانج مرتاح في الأهلي ولا يمتلك عروضا ومستمر في الأهلي على الأقل حتى نهاية الموسم. نروح لصفحة الوطن سبورت ومن خلال حسابها الرسمي على تويتر بيقولوا إن الأهلي يؤجل صفقة مدافع البنك الجديدة، طبعا اللاعب أحمد ياسين. ملف التعاقدات والصفقات حتى هذه اللحظة مغلق ولم يتم مناقشة أي شيء إلا في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر مع فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير، سواء للقيد المحلي أو للقيد الإفريقي لاستكمال السبع لعيبة المقيدين في القائمة الإفريقية. وما تنسوش إن الأهلي عنده بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، كريم فؤاد، حسام حسن، عمار حمدي، أحمد عبد القادر، أدي ستة المفروض هيتأيدوا من ضمن السبعة اللي هتكتمل بيهم القائمة في يناير الجاي عشان القائمة الإفريقية ودوري أبطال إفريقيا. أي بقى صفقة تانية هنسمع أسامي كتيرة طالما إن في لعبة ممكن تنضم للمنتخب لأول مرة. الحق لعيب انضم جديد مش من الأهلي والزمالك على طول، اجهز بالأخبار رايح الأهلي. ده يعني حاجة ثابتة في الإعلام وفي السوشيال ميديا هتسمعوها كتير الفترة اللي جاية. آخر حاجة معايا في ترند الأهلي، وأنا اتفاجئت بصراحة بالتصريح، أنا كنت أتوقع إن خلاص الموضوع اتقفل من امبارح لكن يبدو إن مفيش فايدة. الحساب الرسمي لسبورت 360 على تويتر نشر تصريحات لرئيس لجنة الحكام الكابتن عصام عبد الفتاح بيقول: ما يتردد بشأن استبعاد الحكم محمد عادل من إدارة مباريات الأهلي والزمالك عاري تماما من الصحة، نلومه فقط في حديثه عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بمباراة القمة. الواحد لما بيغلط مهم جدا يتعلم من الدرس، التمادي في الغلط هو اللي غلط أو هو أكبر الغلط. يعني الفترة الحالية بعد التصريحات الكتيرة دي المفروض الدنيا تهدى، وكل ما بنتكلم أكتر كل ما الغلط بيبقى أكبر. الحديث في الأمور الفنية أنت بتخالف تعليمات الفيفا، مش فكرة لا نلوم، وبنفسك أنت قلت أكيد في عقوبة، ومش من المنطقي وأنت بترأس لجنة مهمة زي لجنة الحكام تاخد قرار بإدارة محمد عادل لمباراة الأهلي في الوقت الراهن في ظل الأزمة اللي احنا فيها دي. لا دي إدارة ولا دي طريقة لاختيار الحكام في الفترة القادمة. لجنة الحكام عايزين نعرف فيها مين المسؤول عن التعيينات، مين المسؤول عن المحاضرات الفنية، مين المسؤول عن الأمور الإدارية، مين رئيس اللجنة ومين أعضاء اللجنة اللي تم اختيارهم من خلال رئيس اللجنة الكابتن عصام عبد الفتاح. أعتقد لو الأمور دي احنا عرفناها هنعرف الأمور ماشية ازاي، لكن طالما الأمور غامضة والتصريحات دايما هي اللي بتتصدر صفحات السوشيال ميديا كده احنا بنشتغل عكس ما رابطة الأندية المحترفة عايزة تشتغل. الرابطة بتشتغل صح لكن كده اللجنة بتفسد عمل الرابطة. أتمنى الفترة الجاية يكون فيه هدوء في التصريحات لأن المسابقة لسه في أولها يا كابتن عصام. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الأخيرة من برنامج الترند، ومعايا حاجة مهمة جدا في الترند العالمي وهي متعلقة بحساب الرسمي لكأس العالم على الإنستجرام. أعلن فيه تصويت الجمهور على التشكيل الخماسي، مش عارف الخمسات كتيرة أوي الفترة دي ليه، ماشي التشكيل الخماسي الأفضل في إفريقيا. معانا طبعا نجمين من مصر محمد صلاح ومحمد الشناوي، وأوباميانج نجم أرسنال ومهاجم منتخب الجابون، وأشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، وفرانك كيسي لاعب الميلان الإيطالي. ده تصويت الجمهور ودول الخماسي الأفضل في إفريقيا في الحساب الرسمي لكأس العالم فيفا، بالتأكيد ده قطر 2022. تلكوا الخماسيات كتيرة أول الفترة دي، فالشناوي وصلاح بالتأكيد عاملين شكل كويس جدا مع منتخبنا الوطني في الفترة الأخيرة. طيب نروح بقى كمان لاستطلاعات رأي الجمهور على التشكيل اللي ممكن منتخبنا الوطني يبدأ بيه مباراة أنجولا يوم الجمعة القادم. محمد أشرف بيقول الشناوي
أكرم توفيق، حجازي وأيمن أشرف، فتوح، حمدي فتحي، السولية، النني، صلاح، أفشة، مصطفى، محمد. هي بتقترب بنسبة كبيرة، بس خدوا بالكم كمان فكرة إن وجود حمدي فتحي في التشكيل ده من خلال الأداء اللي ظهر بيه مع الأهلي في مباراة القمة. أحمد بيقول الشناوي، أكرم توفيق، حجازي، أيمن أشرف، فتوح، حمدي فتحي، السولية، النني، صلاح، أفشة، وبيقول محمد شريف أو مصطفى محمد. الناس عندها قناعة أن لازم فتحي والسولية يكونوا موجودين في التشكيلة الأساسية. ممدوح فتحي علي بيقول الشناوي، حجازي، الونش. يا جماعة الونش مش هيلعب المباراة عشان الإنذار التاني ومش هيكون موجود في الماتش. أبو الفتوح، أكرم، السولية، النني، صلاح، أفشة، مصطفى فتحي، مصطفى محمد. طيب هو كده التشكيل أعتقد ناقص لاعب، وكمان فكرة وجود الونش هتبقى غلط. محمود إبراهيم بيكلم في التشكيل، منتخبنا هيكون بنفس طريقة لعب الأهلي 3-4-3. بيقول الشناوي، حجازي، حمدي فتحي وأيمن أشرف، أكرم ظهير أيمن وفتوح ظهير أيسر، النني وسولية، صلاح وأفشة ومصطفى محمد. طيب نشوف آخر حاجة معانا. خليل بيقول تشكيل منتخب مصر، الشناوي، أيمن أشرف، حجازي، فتوح، أكرم توفيق، السولية، النني، عبد الله السعيد، محمد صلاح، محمد شريف، مصطفى محمد. أول مرة أشوف أو حد يقول اسم عبد الله في التشكيل مباراة أنجولا. طيب إلى هنا نصل لختام بالتأكيد حلقة النهاردة من برنامج الترند. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.